كنشكركم الحضور ديالكم لتغطيه هذه الندوه المنظمه من طرف الفرع المحلي للجمعيه الوطنيه حمل شهاده المواطنين بالمغرب فرع وزان، واللي كتجي في اطار يعني تحضير المؤتمر الوطني الرابع عشر، واللي كانت ندوه يعني مؤطره يعني من طرف رئيسين يعني ديال الجمعيه الوطنيه الرفيق يونس والرفيق الحالي اللي هو مصطفى بويحي، يعني حول تاريخ الجمعيه والمهام والرهانات يعني الملقات على الجمعيه الوطنيه، لا سيما يعني كما قلت يعني في ابان التحضير للمؤتمر. الندوه كذلك كتجي في اطار يعني تخليد الذكرى 28 لتاسيس الجمعيه الوطنيه والذكرى 8 لاستشهاد الرفيق الغالي كمال الحساني اللي غادي تخلد الذكريتين يعني مشتركتين يوم 27 اكتوبر يعني بمدينه بوعياش. من طبيعه الحال الندوه يعني هي ندوه عندها الاهميه ديالها يعني في الوقت الراهن نظرا يعني الفلسفه التنظيميه والاشعاعيه وكذلك يعني الرسم معالم جديده يعني ديال النضال البطاله يعني بشكل خاص والنضال الجماهيري يعني بشكل عام، لا سيما يعني مع هذا الاجهاز يعني اللي مفروض على جميع القوى الديمقراطيه والتقدميه وكل القوى يعني الحره والاصوات الممانعه بهذا الوطن. بالتالي بان هذه الندوه هي كذلك يعني لتكسير يعني هذا الصمت المطبق على قضيه البطاله وكذلك تكسير الصمت على ما يعانيه الشعب المغربي يعني من فقر وتهميش وإقصائين اجتماعي. كذلك هي مناسبة لتجديد التضامن مع المعتقلين السياسيين يعني الاتحاد الوطني طلبة المغرب، الجمعية الوطنية حمل شهادة المواطنين بالمغرب، معتقلي الحركة الاحتجاجية بالريف ومجموع يعني المناضلين الشرفاء بهذا الوطن.